نار يا حبيبي نار نار. وتت جيران دار الملعب استاد جنرال لانزا كونتي بكوناكري للمواجهة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بين العملاق وفاق سطيف الجزائري وحورية كوناكري الغني في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين. حورية كوناكري الذي يستضيف خصمه وفاق سطيف على ملعب لانزا كونتي بكوناكري سوف تلعب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر والرابعة بتوقيت غرينيت. قبل تتمة هذا الفيديو لا تنسى دعم البلايك والاشتراك بالقناة وتابع هذا الفيديو حتى الأخير لكي تشاهد المباراة بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. مباراة اليوم ما نقول على قناة بين سبورت 4 الذي سوف تجدون البث لهذه المباراة في صندوق الوصف. لا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة وأيضا ادعمونا بلايك والاشتراك ونتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى الحظ الموفق لفريق وفاق سطيف الفوز في هذه المباراة والحصول على النقطة الثلاثة الغالية في هذه المباراة.